مرحبا يا راتب. خير ابي، شو جابك لهون؟ انا ما قلت لك ما تجي لعندي على المخزن. يا ابي شو مالك؟ بالنسبة إلي أنا جاي أحكي معك كلمتين، وبالنسبة لأمك جاي أطمن قلبي عليك لأنه مشغول بالي عليك. حاصله، شو بدك أبي؟ الراتب ما عم يكفينا، وحضرتك عم تاخذ أجار البيوت كلها، ما عم تخلي لنا شيء. مشان هيك طلعت فرمان، أنا بدي صير آخذ الأجر من المستأجرين. عجبك عجبك، وما عجبك تصطفل. إيه لا، أنت أكيد جنيت، شكلك كبرت وخرفت. عيب عليك هيك تحكي مع أبوك يا قليل الأدب. إيه لكن هذا حكي بنحكى؟ هذا حكي بفوت بالعقل؟ هذا حكي بنحكى إيه؟ إيه؟ هذا تعبي وشقاي. عم تاخذهم أنت ومرتك هي جوعانة وتاكلوا كل شيء، وتعطينا من روس مناخيرك؟ لك أنا بفضل عليك ولا؟ ليك سيرة مرتي ما بجيبها عرسانك بنوم، إذا أنتم بتكرهوا شيء تاني، بس هذا الحكي ما بقبله. وأجار البيت أنا اللي بدي أخده، والزلمة يهرب عليه، وأنا اللي بدي لب الأجرة دائماً، وما عاد أشوفك المخزن. لعمو خلصت السيارة. لكن هيك يا عمي ابو راتب. إيه بس برافو عليك حبيبي، انت ما قصرت. يلا الله معك. سمعتي باذنك؟ لك يخرب بيته هالاختيار، شو بده باجار البيوت؟ هيك فجعني بده يحرمنا من الطيبات، بس جوزي ما قصر فيه امي وطلعه كرفته. بيستاهل طبعا. بس شفتي جوزك الاكابر قديش بيحبك؟ لك يقبرني. ايه اكيد بيحبني، لو ما بيحبني ما بيسجل لي هالبيت معقد نظامي باسمي. يا هيك الحب يا بلا، الله يخليكم لبعض، هذا كله من رضاي عليكي. لك الله يخلي لي اياك يا ست الكل. تقبسي. يا ويلي يا بابا، قديش اليوم كان ضغط. شبك بابا؟ ما في شيء ابي، ما في شيء. لا بلا في شيء، احكي. رحت لعند أخوكي على المخسر تصوري أنه قلعني. رحت لطالبه بالمصاري، قلنالو الراتب ما عم يكفينا، قلعني. ابن لحمي ودمي قلعني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. والله أهلين، أهلين بالمرضية، أهلين بدلوعة البابا والماما. إلي الشرف بهذا الشيء يكون بعلمك. لك مو عيب عليك تقلع أبوك؟ لك هذا أبوك اللي مفضل عليك من أول ما خلقت، يخرب بيتك. فضله على حاله، 100 مرة قلت له لا يجي لعندي على المخزن، وسيرة مرتي لا أجيبوها، والمصاري تبع البيوت إلي، فهموها بقى. بس بحب ذكرك المخزن والبيت اللي مسجلهم باسم الخانهم، هدول لأبوك وهو اللي عطاك إياهم، على أمل تسده بكبرته، مو تكسر إيده وظهره. شو يا حلوة؟ جاية تخاني مثل الختيار المصوفن أبوكي؟ خرسي وبتسدي حالك، وما بتجيبي سيرة أبي عسانك أحسن ما أقطع لك يا. أنت اللي بتخرسي وصار لازم يصير معي وصل صار عطي مامي وليه؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيبي. الله يرضى عليك، ابقى ما تنسى تشتكي عليها للشرطة ويكتبوها تعهد بعدم التهجم مرة أخرى. عم أقول لك بكرة بده يلم الغلة من كل المستأجرين، يعني هيك بكون معه مصاري خير أغلى. أخي حلو هالحكي، كمل. أخي من راقبة من أول النهار، هيك ليخلص جمع كل المصاري. راقبنا وبعدين؟ أخي ولا قبل، نحن بدنا يلي معه وما بدنا شيء تاني. ايوه بدك ايانا نشلحوا اياهم ومكان مقطوع، ولا من شاف ولا من دري. فهمت علي ولا عيب؟ لك شو فهمت؟ لك فهمت ونعنش قلبي. معناها اليوم رح نسهر سهره صباحيه. لكو احلى سهره لعيونك وليلتنا كلها انس.
لك يقبرني اللي خلقك، يا هيك الصيدات يا بلا شي دسم. لو تعرفي شو فرحانة من نصه لقلبي على اللي صار ببيت حماي. ليش شو صار؟ يا ستي بيت حماي تبهدل وبهدلة، الأب وبنته بنفس اليوم، بس الأب الصبح من جوزي والبنت المسا من الشرطة، اجروا جرت الكلاب لأنها تهجمت علينا. عن جد ما عم صدق، أنت سميرة عم تحكي هيك عن بيت حماكي؟ اخرجهم الله لا يقيمهم، لكن أنا سميرة يصير فيني هيك؟ لا، سميرة رفيقتي الحبابة الطيوبة، هيك عم تحكي؟ بس يصير عندك بيت حما مثل بيت حماي رح تصيري هيك وأكتر. بعدين يعني أنا بدي أفهم شغلة، كل البيوت مسجلينها باسم ابنه، شو بدهم بالأجار؟ شلون يعني شو بدهم بالأجار؟ على فكرة هنن بيطلع لهم أجار. اسكتي اسكتي وتعالي ورجيكي القتلة اللي أكلتها بنت حماي الحية من جوزي، صورتها فيديو. معقولة ما أفضى بالك أنتي؟ صورتيها فيديو كمان؟ والله لأنشرهم على كل صفحات الفيسبوك كمان. هاد يوم تاريخي. بدي كمله أنا. إليكن أبطن صاروا معي مصاري. مشوار الطريق لعندك حاجة تنقي. الله معي. مين انتو؟ على هون ولا لا؟ لعب كل شيء معك مصاري احسن ما اطلع بروحها. يا لحظة لحظة لحظة. لحظة لحظة لحظة. خوف 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 لا تأذيني خوف. معك شيء غيرهم؟ والله ما معي شيء غيرهم. خالص؟ خالص. بسرعة. مصاري بح راحوا؟ هذا اللي صار، ولولا ستر الله غترحت فيها. أنا هذا الحكي ما بفهمه، بدي مصاري. ولك سميرة شو صاير لك؟ لك أنا رادع بتحكي معي هيك؟ لك أنت همك المصاري؟ بدل ما تقولي لي في داخل مصاري؟ مو مشكلتي. ما ضل معي مصاري، منين بجيب لك؟ إيه ما ضل معك مصاري حبيبي الله معك وما بتفرجيني خلقتك لآخر الشهر. عم تقلعيني من بيتي؟ شو حبيبي؟ من بيتك؟ زهايمر أنت نسيانك سجلت لي إياه هو المغسل باسمك؟ هذا الموجود حبيبي، معك مصاري أهلا وسهلا فيك، ما معك مصاري الله معك لبيت أهلك هي إذا استقبلوك، أو إذا بدك روح نام بالمخصر. يلا ننع. رحت بس. غيرك يا الله ولك أنا شو عملت بحالي ولك أنا راتب آخرتي نام هون بالمخزن. الله لا يسامحك يا سميرة شلعتيني مصاري وبيتي لا فوقي نيبت أختي بالمخفى وغضبت أبي شو عملت بحالي يا ربي شو عملت بحالي أنا لازم أرضي أبي وطالع أختي من المخفى لازم أروح بسرعة